جود مورنينج يا مدام. جود مورنينج حبيبتي. انا عرفت ان بودي يعني من على جروب الواتس عرفت انه جاب اكسلنت في كل الاكزامز يعني، فقلت اجي اقول له كونجراتيليشنز. ميرسي. سو كيوت سو كيوت بودي. جاد سيف هيم اند كيب هيم فروم ديرتي بيبول. ميرسي. ويلكم. الويزر از سو هوت. انتوا ما عندكوش ديسبنسر ولا ايه؟ طبعا انت لو ضحكت على اللي بيحصل ده وحسيت ايه الانجليزي ده حقك، بس لو ده حصل في الحقيقه اوعى تضحك. اولا عشان ده يا صاحبي اسمه تنمر، عيب 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 يا ابراهيم، ما صحش. ثانيا عشان ممكن يكون ما كانش متاح ليا فرص التعليم اللي خلتك النهارده بتتكلم لغه حلو وبتتريق عليا، وانا طبعا معاك ان اللي مش فاهم ومش متاكد المفروض ما يتكلمش، بس الانفتاح والتطور السريع اللي بيحصل بسبب السوشيال ميديا خلى فئه كبيره من الشعب ضايعه والطبقات الاجتماعيه تسيح على بعض. انت نفسك حصل لك بما يسمى البسترة الاجتماعية. يعني ايه؟ ايه ده؟ يعني زمان كان الفقير فقير والغني غني، دلوقتي انت بقيت تنزل تركب مواصلات عامة عشان تروح شركتك المرموقة اللي بتطلب منك تبقى نازل فورمال بيرفكت في اللغة ومعاك كل الكورسات اللي في الحياة، وبدل ما بتدخل اجتماعات بقيت بتدخل ميتينجز وبتبعت ميلز وبتشرب كوفي قبل الميتينج، فبتفتكر انك بقيت مرموق وبقيت من سكان ستاربكس ونجيب ساويرس في نفسك. بيكبر كام يعني ساويرس ده في الشهر؟ 1000 جنيه 1500 جنيه بالحوافز 3000 جنيه. وتيجي اخر الشهر وانت راجع في المواصلات مستني المرتب اللي خلص منك، لان في الواقع يا صاحبي دخلك اقل بكتير من الحياه اللي بتحاول تعيشها، وهنا بتقف واقفه مع نفسك وتقول انا مش انا. الدراسات بتقول ان وسائل التواصل الاجتماعي خلت المواطنين وخاصة في دول العالم الثالث أكتر انفتاح على النمط الاستهلاكي العالمي، وده اللي بيسموه نظرية المحاكاة، واكتشفوا إن العالم العربي بيستهلك ربع الإنتاج العالمي في حين إن إنتاجه أقل من كده بكتير، يعني فجأة بقيت عايز تعيش حياة بتشوفها لكنها مش مناسبة لظروفك، عايز تلبس ماركات، تمسك ماركات، تاكل وتشرب من ماركات، لكن دخلك يا حرام أقل بكتير من إنه يعيشك الحياة دي. عايز تتكلم لغات وتبقى فاهم في كل العلوم ومثقف اخر حاجه وتعليمك المجاني مش بيوفر لك ده؟ ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ بس في الحقيقه انا مقدره يا صاحبي كل مجهوداتك وكل محاوله بتحاولها انك تعافر وتعيش افضل وتتعلم تعليم زيت وتتكلم بطريقه احسن. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. اجيم اجيم. لا انا جاي لك. لا لا، حتى لو كانت محاولات مش دايما ناجحه للاخر، بس عايش. انت تستاهل تكبر وتعيش حياه افضل، بس مهم برضو انك تعيش حياه بسيطه وشبهك، مش بتضغطك، مش بتجري في سباق المظاهر اللي بيدور عليها المجتمع. طور لغتك لان ده مهم قوي، لكن ما تضغطش او تلوم نفسك لو مش عارف تبقى دايما جامد زيهم. اشتغل على نفسك واكبر في شغلك عشان تتطور، مش عشان خايف تبقى اقل منهم. خلي بالك ان ميلك تجاه الحياه البسيطه اللي مش متكلفه بيأثر على المجتمع بشكل عام. مش محتاجة حاجة يعني، لأن كل ما أفراد المجتمع قرروا يروحوا تجاه الادخار بدل الاستهلاك الاستثمار بشكل عام بيزيد، وبنتحول من مجتمع استهلاكي لمجتمع اقتصاده بيزيد لأن بقى عنده قنوات مفتوحة للاستثمار، وكل ده بيحصل بيك أنت لأنك يا صاحبي إنسان مهم. كل قرار بتاخده بيأثر بشكل كبير على المكان اللي أنت فيه، خليك إيجابي وما تستهونش بنفسك.